السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة والسيدات، مشاهدين الأعزاء، متابعينا الكرام، أينما كنتم، تحية طيبة لكم عبر SSC في بطولة كأس العالم للأندية في نصف نهائي البطولة. اليوم الأهلي المصري الذي أقصى مونتيري المكسيكي يلعب أمام بالميراس البرازيلي بطل الليبرتادوريس في نسختين متتاليتين في 2020 و2021، وللمفارقة فإن الأهلي أيضا بطل بطولة فيريرا. وكرة أمامية الآن خطيرة وفرصة العالم يطمحون لوصول إلى، طبعا يلعب كرة على الطرف الأيمن، تمرير أمامية عند طاهر وخطأ لمصلحة طاهر محمد، خطأ لطاهر أيضا عند تاريخ كبير مع سان داونز الثابتة. الآن يلعب كرة أمامية وخطيرة لمصلحة الأهلي الآن أمام المرمى، والقي رمية جانبية لمصلحة ماركوس روكا، تغطية من أمام أفشب، الكرة بين أقدام اللاعبين البالميرا وعادت سريعة لمصلحة بالميراس. برافو، دخول من محمد في مكان صعب جدا عند عمرو السولية، تغطية موجودة الأيسر، يرسل كرة إلى الأمام خطيرة بالرأس، لكن عندنا كرة أمامية ومحاولة لمصلحة بالميراس، خطأ لمصلحة بالميراس، خطأ ممتاز ممتاز، يتقدم المالي والعرضية من المالي والكرة تصطدم وتذهب إلى خط انطلاقة سريعة لكن قطعت وراحت من جديد، العرضية من جانب معلول والكرة الخطيرة لمصلحة الأهلي، ينطلق بسرعة بسرعة، مرور وتقدم سريعة، ومحمد هاني برافو برافو، غير الاتجاه بالميراس والكرة العرضية خطيرة، حضاري علي لطفي يسيطر على اللقطة، واللقطة الماضية يشير الحكم، هل بدأت الفرص الآن؟ الكرة بترجع مرة أخرى مربيعة بالخطأ، الكرة بتتهيأ خطيرة فيها تصويبة تشيلسي إلى التركيز العالي اللي كان من جانب اللاعب خواكين في التمريرة اتجاه ياسر إبراهيم، عادت مرة أخرى إلى حسين الشحات والكرة تعود من جديد، عرضية في مكان عالي لطريقة في شوط المباراة الأول، كرة بترجع من جديد في نصرات العالية خلف المدافعين، حسين الشحات لو عدى، يا الله على التمريرة، الله على الاستلام، حسين الشحات سقوط، حكم المباراة يشير إلى استمرار اللعب ولكنه عاد الآن، الكرة من جديد فيها نقلات تمريرات، الكرة مقطوعة تعود من جديد فيها نقلة فيها طللان في الهجوم، عرضية لو عدت خطيرة عدت، قب فرصة للهدف والكرة تأتي أحسن الشحات من هنا وأسماء عديدة، والآن كرة يريدونها أن لعب اليوديانج، بيرسل الكرة عدت الكرة، يحاول اليوديانج، اليوديانج بيلعب الكرة إلى أفشا، نقل الكرة إلى أحسن الشحات، دفاع قوي جدا للبقية، لكن هنا كرة تمريرة خطورة تسويبة هدف فور يأتي للفريق الأخضر للاعب الأخضر رافائيل فيغا، يسجل أول أهداف السيمي فاينال لفريق بالميراس. في اللقطة الماضية كنا نتحدث عن صعوبة هذه المباراة، كنا نتحدث عن خطورة، شوف دودو، شوف اللقطة كانت بشكل ذهني، أول في ملعبه، الرد قد يأتي سريعا، قد يأتي سريعا، نقلات تمريرات، الكرة للمارد الآن، الكرة صدمة هذا الهدف والكرة بتتحول إلى أمتاتي، كان يريد مسهدة ويريد أن يسجل هدفا آخر، الكرة ترجع من علي، يريد أن يعود قبل نهاية الشوط، قوية السولية، الله علي معلول، الله لو على الضغط يأتي معلول، يأتي عرضية، الكرة في مكان إلى أفشا، أفشا تقدم من بعيد قوية، الكرة بتضيع قبل ميراس والمساحة تصويبة تأتي، هدف ثاني عن طريق دودو، الكرات المرتدة تأتي مبكرا وبالميراس يشعل، يفتك الكرة ثم تمرر إلى الأمام، محمد شريف يحاول أمامه، تغطية موجودة قطعت، موسيماني، كرة تعاد إلى الخلف عند حارس المرمى، ممتاز وفرصة تصويبة جميلة جميلة جميلة، قادر
يتقدم عبد القادر وفرصة للأهلي والتصويبة من معلول ومطالبة بركلة جزاء مطالول عند من تصويبة وكرة اصطدمت علي معلول عرضية معلول خطيرة وكرة جميلة وأشرف فرصة أمام المرمى خطيرة خطيرة سكاربا وأمامية لكن أيضا التغطية ذهاب وإياب في طبعا مباراة فاصلة أمام السنغال وفيرتون سيعتمدون على الكرات المرتدة ينطلق معلول وعرضية خطيرة وفرصة يقلص الفارق كرة خطيرة 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 لك يقلص الفارق الآن معلول عرضيات معلول نادي الأهلي هنا كرة لأحمد عبد القادر يتقدم عبد القادر يتحرك بشكل ممتاز وتسلل راية مرفوعة على محمد شريف طويلة إلى الأمام وخطيرة وفرصة والرأسية من حمدي راحت إلى أحمد عبد القادر عبد القادر خطيرة جول 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 يا محمد شريف جول يا محمد شريف ربما نعم تسلل لو كان هدف أحمد عبد القادر عرضية علي معلول يبحث عن محمد شريف تغيير الرابع ووليد سليمان جح لحد الآن حمدي فتحي يحاول مر حمدي طويلة إلى الأمام من ياسر مجدي من لمسة ومجدي الآن يلعب الكرة عرضية وأمامية طويلة جدا خطيرة لمصلحة بالميرس قطعت الكرة من أمام روني بالرأس بعد تعود من جديد روني أيمن أشرف نعم هذا ما كنت متخوف منه السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم الله وبركاته والله حاجة عايزين اقرب طريق يطلعنا على الاسفلت هنا احسن العربية مستنيين هنا اقرب طريق يطلعك هنا تمك واخد الطريق دي طوالي كده هو 100 متر هيطلعك على الاسفلت بره 100 متر بالظبط تخلى الله السلام عليكم Yeah.